ايوه ماشي. تمام. lesson 3 matter can be changed in many ways. تمام، عندي المادة بتتغير بكذا طريقة، عندي حاجة اسمها physical change وحاجة اسمها chemical change. يعني ايه physical change ويعني ايه chemical change؟ حد فيكم عارف؟ كيميكال، انا مم. كيميكال تشينج يعني تغير كيميائي، وفيزيكال تشينج يعني تغير فيزيائي. طيب انت خدتها في الكلاس؟ ايوه طيب ايه بقى physical change وايه chemical change؟ يعني قولي كلام علمي ما تقوليش بالعربي، يعني ايه physical change وايه chemical change؟ chemical change when we are change in the color, change the لا matter, لا لا change in the matter. لا، حد فيكم خدها في الكلاس وعارف؟ حد فيكم وصل للدرس ده وعارف ايه الفرق بين الكيميكال تشينج والفيزيكال تشينج؟ عارف يا غداير؟ chemical change. لا مس طيب change تعالوا كده، color الكيميكال تشينج ايه؟ change هم؟ color أبلة خضيناه. طيب الفيزيكال تشينج، ركزوا بقى معايا، الفيزيكال تشينج هقولها لكم بالاول بالعربي كده وبعد كده هنشرح الدرس بتاعنا، هديكم عنه نبذه كده. الفيزيكال تشينج ده تغير فيزيائي في الماده. يعني ايه تغير فيزيائي في الماده؟ يعني الماده بتدخل التفاعل وتخرج من التفاعل نفس الماده، مش بيحصل لها تغيير ولا بينتج عنها نوع جديد. تمام؟ طيب والكيميكال تشينج بيدخل ماده يطلع ماده جديده، بيدخل في التفاعل الكيميائي ماده يطلع لي مادة جديدة. الكيميكال تشينج أو التفاعل الكيميائي، مش محمد صلاح معانا؟ ايوه طيب ماما بتكلمني، ما هو مش أنت داخل، قول لها إن أنت موجود. مش عارفة يا ماما بتكلمني على الواتس ليه. المهم الفيزيكال تشينج، الكيميكال تشينج، تمام؟ الكيميكال تشينج ده عبارة عن تفاعل كيميائي. يعني ايه؟ يعني عندي 5 علامات هشوفهم اعرف ان ده تفاعل كيميائي، 5 علامات هشوفهم وادرسهم دلوقتي واشوف ان التفاعل ايه، كيميائي. تمام؟ ثواني دقيقة معايا. عندي 5 علامات هدرسها دلوقتي تقولي ان التفاعل ده كيميائي. طيب ايه هو بقى؟ قال لك اول حاجه ان الفيزيكال تشينج، الفيزيكال تشينج began and end with the same kind of matter. في الفيزيكال تشينج انا ببدا وبنهي with the same kind of matters. معايا يا احمد؟ يعني انا began and end with the same kind of matters، ببدا وبنهي بنفس نوع الايه، الماده اللي عندي، بنفس نوع المادة اللي عندي. يبقى الفيزيكال تشينج began and end with the same kind of ايه، of matter، ببدأ وبنهي بنفس نوع الايه، المادة اللي عندي. طيب الكيميكال تشينج، الكيميكال تشينج also called chemical reactions. الكيميكال تشينج بقول عليه chemical reactions. يعني ايه chemical reactions؟ يعني تفاعل ايه، تفاعل كيميائي. يعني ايه تفاعل كيميائي؟ يعني is it change that produce new matter، بينتج عنه يا ادم new matters. يعني ايه new matter يا ادم؟ ينتج، بينتج عنه عندي ماده جديده with different properties، لها صفات مختلفه from the original matters، لها صفات مختلفه عن الماده الايه، الاساسيه. يبقى في الكيميكال تشينج بيظهر عندي new matters لها different properties from the original A matters. طيب examples يا إبراهيم على ال physical change اللي هو ال A، ال melting ice، ال melting A ice، وال boiling water، وال breaking glass، وال chopping wood، folding paper، breaking egg. ازاي؟ انا لما يبقى عندي تلج ice
وعندي ووترز، هل الطبيعي اللي بيتكون منها الايس او اللي بيتكون منها مش انا الجيل؟ احمد دخلت الحصة. ماشي يا حماد، هل طبيعة المادة اللي بيتكون منها الووتر بتختلف سواء اتحول لايس او بقت مية زي ما هي؟ لا، سواء ايس او ووتر الاتنين من نفس المادة اللي هي ووترز. يعني انا لو حطيت الووتر عملت لها فريزنج تحول لايس، لو خدت الايس وعملت له خدته بره هيتحول لووتر. عشان كده الميلتنج بتاع الايس او الفريزنج، عملية الفريزنج ديت انا بقول عليها ايه؟ بقول عليها فيزيكال تشينج او فيزيكال بروبرتي. البويلنج ووتر، الووتر لما يحصل له بويلنج ويتحول من ووتر يا شباب لبخار ماء، لووتر بابور، لووتر بابور، تمام؟ العملية دي بقول عليها ايه؟ بويلنج ووتر، لان الووتر بابور برضو ممكن يحصل له كوندنسيشن ويتكاثف ويتحول لايه؟ ويتحول لووتر، ويتحول لووتر. عندي البريكنج جلاس، يعني ايه بريكنج جلاس؟ يعني تكسير الزجاج. انا لو كسرت الزجاج ده، تمام، لو كسرت الزجاج ده لبارتس او لاجزاء، تمام، هي البارتس هي نفس الجلاس، يبقى ده فيزيكال. الشوبينج وود، انت لما بتعمل تقطيع للوود لاجزاء مختلفه ذا سيم وود، يبقى فيزيكال. فولدنج بيبر، انا لو جبت بيبر عندي وتنيته او لونته او عملت فيه اي تغيير قطعته، دي كلها فيزيكال تشينج يا ابراهيم. ليه؟ لان انا عندي نفس البيبرز اللي عندي. عندي كمان معايا محمد مسلم. نعم مس. طب محمد ما حضرتش الحصه اللي فاتت ليه؟ بص يا محمد، بيبقى وقت الحصه ضيق، مش بقدر ادخل لحد على الخاص واقول له وابعت له اللينك وارن عليه وابعت له على الخاص عشان بيبقى فيه زمايلك. يا ريت تبقى عارف ميعاد الحصص بتاعتكم سبت وحد الساعه 1، الميعاد ما يلخبطش يعني عشان تلتزم بيها، ثبتها سبت وحد الساعه 1. عندي البريكنج اكس ده من الفيزيكال تشينج. الكيميكال تشينج قلنا اللي بيدخل عندي يدنا نوع من الماده نيو ماترز، تمام، او بيتكون عندي نيو ماترز، بيبقى عندي اوريجينال ماتر. اوريجينال ماتر يعني ايه؟ مين عارف كلمه اوريجينال ماتر يعني ايه؟ يعني ايه اوريجينال ماتر؟ مادة أصلية، المادة الأصلية. برافو عليكم. الاوريجينال ماتر يعني ايه؟ الماده الاصليه، تمام. الاوريجينال ماتر يعني الماده الاصليه. انا في الكيميكال رياكشنز بالماده الاصليه عندي بينتج عندي نيو ماتر، يبقى في الكيميكال رياكشن تشينج بروديوس نيو ماتر، بيديني ماده جديده وذ ديفرنت بروبرتيز، لها صفات مختلفه عن الايه، عن الاوريجينال ماتر. طيب تعالوا كده، دي كيميكال تشينج. يعني ايه كيميكال تشينج؟ يعني انا مثلا عندي البيرنينج وود، انا دخلته ايه يا محمد؟ دخلت وود، هيتحول عندي الوود لكول، لفحم، فده كده كيميكال تشينج لان دخل عندي ماده وطلع عندي نيو ماتر. الروتينج فروت، التعفن بتاع الفروت ده ادى الى تكوين نيو ماترز. البيكنج كيك، انا لو بعمل كيك بدخل انجريدينت معينه او مركبات معينه وبيطلع عندي البرودكت بتاعي في النهايه اللي هو الكيك. راستنج ميتال، الصدأ، راست صدى. يوزنج ابيتري، يوزنج ابيتري. دايجيشن، دايجيشن اللي هو عملية ايه؟ يعني ايه دايجيشن؟ وات مينز؟ الهضم. برافو، دايجيشن يعني الهضم. معايا يا حمزة؟ ايوه مش طيب ركز معايا، دايجيشن يعني الهضم. ثواني كده معايا. دايجيشن يعني الهضم. طيب الدايجيشنز ده عباره عن كيميكال تشينج. ليه؟ لان انا باخد نوع معين من الطعام، باخد مثلا التفاح او باخد الخبز في صورته، يدخل المعده اللي هي الاستومك، يحصل له عمليه دايجيشن. يعني ايه دايجيشن؟ يعني هضم، يعني تقطيع، بيتقطع وليه جزيئات بسيطه جدا، لجزيئات ايه؟ بسيطه، تمام. فده كده كيميكال
كيميكال ايه رياكشن. عندي حاجه اسمها ساورنج ميلك. يعني ايه ساورنج ميلك؟ يعني اللبن اتحول لصوره حمضيه. ساورنج ميلك احنا لو حطينا لبن حليب وحطيناه خارج الثلاجه بيحصل له ساورنج. يعني ايه ساورنج؟ يعني يتحول الى صوره حمضيه. ساورنج ميلك يعني اللبن الحمضي بيصبح لبن ايه حمضي. ديت كده برضو كيميكال تشينج، لان انا غيرت اللبن لصوره جديده وما ينفعش ارجعه لصورته الايه الاساسيه، يبقى اسمه لبن حمضي. ساورنج ميلك. طيب اكسبلودنج فاير ووركس الالعاب الناريه ديت كيميكال رياكشن. كوكينج ان ايج لما بعمل كوكينج الايج ديت كيميكال رياكشن. فوتوسينثيز وات ذا مينينج اوف فوتوسينثيز؟ وات مينينج اوف فوتوسينثيز؟ مين عارف يعني ايه فوتوسينثيز يا شباب؟ الناس الشاطره اللي كانت في صف رابع شاطره نسيت فوتوسينثيز يعني ايه؟ يعني ايه فوتوسينثيز؟ ده انا يعني ايه فوتوسينثيز؟ البناء برافو الضوئي. برافو. مين اول واحد قالها؟ احمد. انا برافو مش شاطر والله جدا على انا. برافو. يبقى البناء الضوئي فوتوسينثيز البناء الضوئي. لو لاحظنا ان في الفوتوسينثيز اللي هي عملية البناء الضوئي، النبات بياخد غاز ثاني اكسيد الكربون وبياخد المية وبياخد أشعة الشمس. طيب إيه اللي النبات بيديهولنا بعد عملية البناء الضوئي؟ حد عارف النبات بيخرج إيه بعد عملية البناء الضوئي؟ ثاني أكسيد الكربون. لا، هو بياخد ثاني أكسيد الكربون أثناء الفوتوسينثيز، بيخرج غاز إيه؟ كربون دايوكسيد. مش والله عارفها. نعم؟ كربون دايوكسيد. الأكسجين. الأكسجين. الاكسجين. مين اللي قال الاكسجين؟ أنا دانا. برافو يا دان. يبقى ايه بيدخل او بياخد غاز الاكسجين. تمام. يبقى الفوتوسينثيز بيديني الاكسجين والنبات بياخد غاز ثاني اكسيد الايه الكربون. ثاني اكسيد الكربون. طيب الاكسجين او غاز الاكسجين ده عباره عن ايه؟ المواد الخارجه عن البناء الضوئي، واللي داخل النبات الايه ثاني اكسيد الكربون يا محمد يا صلاح. يبقى انا اقدر اقول كده ان عمليه الفوتوسينثيس دي او البناء الضوئي كيميكال تشينج ولا فيزيكال تشينج؟ chemical change. كيميكال تشينج. كيميكال ايه تشينج. تمام. حد فيكم يحط الصور دي في الجروب؟ Okay. خلاص بعتوهم. خلاص بعتوهم. خلاص محدش بيرد عليا. ايوه ماشي. يبقى انتوا كده عرفتوا الفرق بين الكيميكال دايجيشن والفيزيكال دايجيشن. يلا اقرا لي كده يا محمد يا مسلم. What the meaning of physical change؟ يعني ايه physical change؟ انا مس يعني ايه physical change؟ تغير اقرا الاجابه. اقرا تغير في زيادة. اقرا اقرا لا اقرا بالانجلش اللي مكتوب بالتعريف بالانجلش. A physical change beginning and ends with the same begin and end. kind of matter. begin and end with the same kind of matter. ده ال physical change. قولي ال chemical change. A physical change لا also انا بقول لك قولي ال chemical change. ركز قولي ال chemical change. A chemical change also called a chemical reaction. reaction
reaction is a change that produces new matter with the third properties from the original matter. تمام. يلا يا إبراهيم، الفيزيكال تشينج كله يستعد عشان كله هيقرا بسرعة، كله يجهز نفسه. يلا يا إبراهيم. Things and air with the some kind of matter. Chemical change. A chemical change also called a chemical response is a change that new matter. With air. When particle matter. With different properties from the original ايه matter. تمام. يلا غداير. غداير معايا؟ نعم نس. يلا physical change و chemical A change. physical change begins and ends with the some ايه؟ kind of matter. A chemical change, also called a chemical reaction, is a change that produces new matter with different properties from the original matter. Original matter. Original matters. يلا matter. محمد البادي. نعم. يلا اقرا الفيزيكال تشينج والكيميكال تشينج. A physical change begins and ends with the same kind of matter. A chemical change also called a chemical reaction. Chemical reaction. Chemical reaction is a change that produce new matter with different properties from the original original matter. تمام. يلا حمزة. نعم. A physical change begins and ends with the same kind of matter. A chemical change also called a chemical reaction is a change that produce new matter. New matter with different properties from the original matter. تمام. يلا يا أحمد. نعم مس. يلا اقرا. A physical change begins and it ends with the same kind of matter. يلا الكيميكال تشينج. كيميكال تشينج يا احمد. A chemical change also called a chemical reaction is change that produces new matter with different properties from the original matter. تمام. مين تاني ما قالش؟ آدم ودانا في حد أيوة. تاني؟ محمد صلاح. قول يا محمد يا صلاح كده. لعب كورة. محمد صلاح. A physical change. Physical change. A physical change. Began and A. Physical change. Began and A.
Kind and in the same kind, the eight, the same kind of matter. يلا الكيميكال تشينج بسرعة. كيميكال تشينج الكيميكال تشينج also can cause a chemical reaction is a change that produce with new matter with different properties from the original matter. All with different properties from the original matter. يلا يا دانا. Yes. Physical change. لو سمحتوا قربوا للمايك شويه وتبقوا مستعدين، انا قلت لكم كل واحد يجهز نفسه. قولي يا دانا physical change. A physical change began and ends with the some kind of matter. Yes. Chemical change. المايك كله يقفل المايك. الكيميكال تشينج. A chemical change also called a chemical reaction is a change that produces new matter with different property from the original matter. The law of conservation of mass. قولوا كلكم وراي. The law of conservation of mass. The law of conservation of mass. Conservation. اسمها ايه؟ Conservation. The law of conservation of mass. يعني قانون حفظ الكتلة. States that matter is neither created nor destroyed during physical change or chemical reactions. يعني القانون ده بينص على ان الماده لا يمكن ان تخلق او تدمر، يحصل لها تدمير اثناء الفيزيكال تشينج التفاعل الكيميائي او الكيميكال تشينج. فور اكزامبل when you mix baking soda، البيكنج سودا ده بودر بنستخدمه في الاعمال المنزليه with fingers. لما البيكنج سودا او صودا الخبز ديت بتستحطها مع الفينجرز الخل، بارتكل ان ذا بيكنج سودا اند فينجر لينك اب ان نيو واي. الجزيئات في البيكنج سودا وفي الخل لينك اب نيو واي، بترتبط مع بعضها بطريقه جديده. during the chemical change ده كده بسميه chemical change. bubbles form and a solid is left behind. في الكيميكال رياكشنز بتاع الصودا والفينجرز ده بيتكون عندي bubbles. bubbles اللي هي الفقاعات. and solid is left behind، وفي ماده صلبه بتتساب او بتطرق. the new substance formed have different properties than the starting materials. المادة السوليد اللي اتكونت عندي دي يا محمد عبارة عن new substance يا أحمد، مادة جديدة. The new substance formed have different properties than the starting material. يبقى كده يا إبراهيم عندي new substance يا إبراهيم أو مادة جديدة اتكونت بتختلف الكاركترز بتاعتها أو البروبرتيز بتاعتها عن new materials أو عن الأوريجينال materials اللي هي المادة اللي أنا بدأت بيها التفاعل. في الحالة دي أقدر أقول عليه chemical change. يبقى الكيميكال تشينج بروديوس نيو سبستانس. اي كيميكال تشينج بيحصل عندي يا شباب بيديني نيو سبستانس. يعني ايه بيديني نيو سبستانس؟ بيديني ماده جديده. often you can see، ممكن ترى، تسمع، or smell the formation of new substance. ممكن انك انت تسمع او تشوف او تتعرف عن طريق حاسه الشم على نيو سبستانس، ماده جديده. as chemical change occur. Blue are some possible signs of chemical change. يعني ايه؟
هندرس هنا خمس حاجات او خمس علامات. اول ما اشوفهم في التفاعل اللي عندي يا شباب اقول التفاعل ده يا غداير كيميكال بروبارتيز او كيميكال تشينج، اقول عليه ايه يا غداير؟ chemical change. برافو عليك. يبقى انا هدرس خمس حاجات، اول ما اشوف واحده منهم في اي تفاعل اقول خلاص ده كيميكال تشينج وانا مغمض. نمبر 1 تشينج ان كولر، تشينج ان كولرز التغير في اللون. لو انا لون الماده اللي عندي اتغير يا ادم واداني يا حمزه لون جديد فاقول عليه ايه يا حمزه؟ اقول عليه كيميكال تشينج ولا فيزيكال تشينج؟ اللون اتغير واداني لون جديد يا حمزه، ده كيميكال تشينج ولا فيزيكال تشينج؟ علي صوت. كيميكال. برافو عليك، كيميكال تشينج. يبقى التشينج في الكالر ده تشينج مثلا فور اكزامبلز هنا تشينج فروم شايني ميتالز تو راست اند تارنش، بتتحول من التشايني للراست للصدأ او التارنش اللي هو الايه التشوه. شو ذات 30 ميتال هاف كيميكالي تشينج، بعض المعادن ايه كيميكالي تشينج. يبقى انا التشينج في الكالر هنا فروم شايني ميتال تو راست ده دليل على ان الماده بتتحول من ايه من شايني الى راست، ده عباره عن كيميكال تشينج. طيب تشينج في الاودر نمبر 2 يا ابراهيم، تشينج في اودر ايه اللي بيحصل بقى يا محمد يا مسلم في التشينج في الاودرز ده؟ بشم ريحه جديده تمام، بيحصل سميل لايه لاودر، الاودر ده او الريحه الجديده اللي عندي في التفاعل دي بتدل لي ان في كيميكال تشينج. انا مثلا لو جبت المارشميلو، كلنا عارفين المارشميلو، عملت له توستنج، عملت له توستنج يعني حطيته على النار هيديني ابليسنت سميل. يعني ايه ابليسنت سميل يا دانا؟ يعني المارشميلو هيديني رائحه طيبه. التشينج في الاودرز ده يا دانا اقول عليه كيميكال تشينج ولا فيزيكال تشينج؟ كيميكال تشينج. يبقى انا خدت كده التشينج في الكالر والتشينج في الاودرز. نمبر 3 change in temperatures or temperature change، هنركز شويه واحنا بنشرح التمبريتشرز عشان فيها نقطه عايزاكم تاخدوا بالكم منها. لو درجه الحراره ارتفعت عندي قال لك ان many reactions كثير من التفاعل للماده to become warm or cold. many reaction كيس بتسبب ان المطر اللي عندي الماده to become warm ان الماده تكون دافئه or cold بارده. ازاي؟ اللي قدامي في الصورة ده أقول عليه إيه يا غداير؟ كيميكال تشينج ولا فيزيكال تشينج؟ كيميكال تشينج. كيميكال تشينج، برافو عليك. يبقى sometimes they also give off light، يبقى لما تدينا لايت يا إبراهيم تمام؟ ضوء أو يحصل بيرن للوود احتراق للخشب ده أقول عليه كيميكال تشينج، لأن الوود هنا أو الخشب هيتحول للكول لفحم. هيديني نيو ماترز، الفحم ده نيو ماترز. however temperature change التغير في temperature can also be a part of physical change، التغير في temperatures او الحراره اللي عندي ده هيبقى جزء من الphysical change like water freezing. يعني ايه؟ احنا مش فاهمين. في حاجه قلتها لكم الwater freezing، عارفين يعني ايه الwater freezing؟ يعني تحول الميه لتلج والتلج يطلع من التلاجة يتحول لمية. تحول المية لتلج أو تحول التلج لمية في كلا الحالات يا أحمد بيحصل تغير في درجة الحرارة. طب يا ميس أنت قلت لنا أي تغير في درجة الحرارة اعتبروه كيميكال تشينج إلا الووتر فريزنج، إلا الووتر فريزنج. الووتر فريزنج ده مش كيميكال تشينج، ده بنعتبروه إيه يا شباب؟ فيزيكال تشينج. الووتر فريزنج ده بنقوله عليه إيه؟ physical change. ليه بنقوله عليه physical change؟ لأن المية بتتحول لتلج، التلج والمية نفس المادة الداخلية واحدة، والتلج بيتحول لمية، نفس التركيب واحد، يبقى دخل مية طلع تلج، دخل تلج طلع مية، ما بينتجش عندي مادة جديدة. التلج لو اتكون، التلج التركيب الداخلي بتاعه مية، المية لو اتكونت التركيب بتاعها جزيئات المية. يبقى الووتر فريزنج اقول عليه فيزيكال ولا كيميكال تشينج؟ فيزيكال. يلا يا شباب فيزيكال ولا كيميكال؟ فيزيكال.
physical. ما حدش هيقول chemical. Chemical. Physical. Physical. طيب بصوا استنوا بس، استنوا استنوا، انا هقول منها مين موافق ان هو chemical يقول لي اسمه. مش انا احمد. انا طيب مين تاني غير احمد موافق ان هو chemical؟ انا دانا نزيه. يبقى احمد ومحمد صلاح ودانا نزيه. حد تاني موافق ان هو chemical؟ انا ابلع غداير. يبقى كده اربعه. حد تاني يقول ان هو chemical؟ وانا ماشي، ما انا عديت. حد تاني هيقول ان هو كيميكالز؟ الباقي ساكتين على رايكم ولا ايه؟ قبل انا ادم. وادم كمان هيقول ان هو كيميكال. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. دلوقتي انا قلت لكم الووتر فريزنج، الووتر فريزنج فيزيكال تشينج. يا دانا يلا حاضره الدرس مرتين، حاضره امبارح وحاضره النهارده نفس الدرس. الووتر فريزنج ده عبارة عن physical change وليس chemical change، لأن ال water freezing أنا بحول المية لتلج والتلج المية، نفس التركيب واحد، نفس التركيب واحد اللي هي جزيئات المية. يبقى ال water freezing ده physical change. physical إيه؟ change. الناس اللي هي بتقول لي chemical change، اقتنعتوا ولا أعيد لكم شرح تاني؟ مس أنا دانا هي ده، انا مقتنعه ولا مش فاهمه؟ بسرعه. بس يعني اذا مش يعني اذا كان ثلج يعني في الفريزر علي صوتك يا دانا عشان اعرف اسمعك. علي صوتك. بس اذا مثلا ثلج كان في الفريزر، كان يعني ثلج قوي، بعدين طلعناه وذاب، هذا شيء يسمونه مش فيزيكال. أنا مش سامعة خالص، قولي فيزيكال تاني، قولي تاني. فيزيكال. بس إذا كان ثلج، أوكي، بعدين أيوة يعني ذاب، بعدين صار ماي، هذا تمام. فيزيكال. أيوة فيزيكال. بصي، المية لما تتحول لتلج ده فيزيكال، التلج لما يتحول لمية ده فيزيكال. ده ايه؟ فيزيكال. ليه؟ لأن التلج أصلا بيتكون من ايه؟ التلج أصلا بيتكون من مية، فأنا ما من ماي. تكونش عندي مادة جديدة، عشان كده بقول عليه فيزيكال. إنما الخشب اللي أنا جبته عملت له بيرنينج، عملت له حرق، الخشب اتحول لإيه؟ اتحول لكول، لفحم. فهل أنا الفحم تركيبه زي تركيب الخشب؟ لا، الفحم مادة جديدة والخشب إيه؟ مادة تانية. عشان كده التغيير في درجة الحرارة في الوود بيرنينج قلت عليه إيه؟ قلت عليه كيميكال تشينج. انما في الفريزنج اوف ووتر قلت عليه ايه؟ في الفريزنج اوف ووتر قلت عليه كيميك ايه؟ فيزيكال تشينج. يلا نمبر 4، ركزوا معايا. فورميشن اوف جاز بابل اور فيزنج يعني ايه؟ يعني تكوين فقاعات من الغاز اور فيزنج. فيزنج اللي هو الايه؟ الفوران. ايه اللي بيحصل؟ ان انا عندي مثلا عندي حاجه اسمها انتي اسيد تابلت. يعني ايه انتي اسيد تابلت يا احمد؟ يعني اقراص الحموضه. بعض الناس بيبقى عندها الام في المعده او زياده في الحموضه، بتاخد انتي اسيد تابلت اللي هي الفوار، اقراص فواره. بمجرد ما بنحطها في الميه بنسمع صوت الفوران بتاعها ونشوف البابلز اللي بتتكون. اظن كلنا شفنا الموضوع ده. يبقى formation of gas bubbles or fizzing. fizzing اللي هو الفوران. كان indicating the rise of gas، ده بيوضح انطلاق او خروج الايه؟ الغاز. For examples dropping ant acid tablet into water، لما بحط الانت اسيد تابلت ديت في الووتر والريلايز ايه؟ هيديني ايه؟ بابلز، هيديني بابلز that are result of chemical change. البابلز ديت بتدل على ايه يا ابراهيم؟ بتدل على chemical ولا physical change؟ كيميكال. كيميكال تشينج. يبقى انا لما احصل عندي فايزنج يعني فوران اور جاز بابلز فورميشن، ده بيدل على الكيميكال تشينج. فورميشن اوف اسولد كيميكال. فورميشن اوف اسولد كيميكالز يعني ايه؟ يعني تكوين مواد او بيحصل تفاعلات كيميائيه
زي مثلا reaction of some solution can form a salt. One example is soup scum. Soup scum اللي هي الرغاوي اللي عندنا اللي بتتكون ديت. السوب سكام ديت عباره عن chemical reaction. ليه؟ لان السوب سكام ديت نتجت from a form when dissolved soap, الصابون اللي احنا بنغسل بيه اسمه dissolved soap يا غداير, react with tiny particles or minerals. بيتفاعل مع التايني بارتكلز او المينرالز اللي موجوده في الميه. انا عندي هنا لما بستعمل السوب الصابون بيتفاعل مع التايني بارتكلز. يعني ايه تايني بارتكلز؟ بارتكلز يعني ايه؟ كلمة بارتكلز يعني ايه؟ جزيئات. اقفلوا المايك. بارتكلز يعني جزيئات. طيب جزيئات بس اسمع. طيب غير الجزيئات عندي مينرالز. يعني ايه مينرالز؟ مينرالز يعني ايه؟ مينرالز يعني معادن. مينرالز يعني أملاح أو معادن. الأملاح أو المعادن. المينرالز يعني أملاح أو معادن. حد يحطها في الجروب. المية بيبقى فيها بعض الأملاح أو المعادن تمام, وفيها البارتيكلز بتاعتها اللي هي جزيئات المية. الصابون بيتفاعل. كلمة رياكت يعني يتفاعل. كلمة رياكت يعني إيه؟ يتفاعل. رياكت يعني إيه؟ يتفاعل. تمام. فالسوب سكام بيتكون امتى؟ بيتكون لما الديسولفد سوب الصابون الزائب react with tiny particles of our minerals, يتفاعل مع اجزاء المياه او الاملاح. يا ريت يا ادم تبعت دي في الجروب. بس كلمة تفاعل بدون تايم مش هكتبها لكم تاني. يلا يا ريت تكتبوها او تبعتوها في الجروب وتصوروها. خلاص كده. يبقى انا النهارده خدت الفيزيكال والكيميكال رياكشنز, خدت الفرق بينهم, وخدت اعرف ازاي ان التفاعل اللي عندي ده كيميكال رياكشن عن طريق 5 نقط معينه. هتبدا دانا تقرا لي. نمبر 1 عباره عن ايه يا دانا؟ change in color. 2 change in order. ها كمل. temperature change. كملي يا دانا. for كل الجروب يحضر نفسه. كلكم هتقروهم. كله يحضر نفسه. Formation of formation of a gas is of a gas bubble or fizzing or a fizzing or fizzing. Number 5. Number 5, formation of a solid chemical. Of a solid chemical. Of a solid ايه؟ chemical. Chemicals. يلا يا آدم. Number 1. Change in color. Let's from shiny metal. لا انت هتقرا بس العنوان بس. Change in color. Change in odor. Temperature change.
Formation of a gas bubbles or freezing. Formation of a solid chemical. تمام، يلا يا إبراهيم كله جاهز؟ نعم. اقرأ. In the change from same meter لا لا استنى، انا قلت هتقرا العنوان بس، هنقرا الخمس حاجات او الخمسه ايتمز اللي لما بنشوفهم بيدلوا على ان ده كيميكال رياكشن. change in a change in color change in odor temperature change forms of a gas bubble formation formation of gas bubble or rising formation of gas bubble or rising formation of a gas bubbles or freezing formation of a solid chemical. تمام، يلا يا أحمد. أحمد change in color change in ايه؟ قول يا أحمد. change in order temperature change formation of gas bubbles or fizzing formation of a solid chemical. تمام، يلا محمد بدي. change in color change in order temperature change temperature مش temperature 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 change formation of a gas blows or freezing formation bubbles of gas bubbles or or freezing freezing or physics formation of a solid chemical a solid chemical formation of a solid chemical. يلا محمد مسلم. نعمس يلا قول. change in color change in order temperature change formation of a gas bubbles or freezing formation of a gas chemical, a solar chemical. A solid chemical, a solid chemicals. يلا يا حبيبي. Okay, miss. Change in color. Change in odor. Temperature change. temperature change بعد temperature change اوكي لقيت الشاشة عندي formation of gas bubbles or fizzing formation of gas bubble or fizzing form الشاشة بتقول
formation formation of solid chemical. formation of a solid chemicals. طيب مين تاني ما قالش؟ غدير قلت؟ شباب مين ما قالش؟ محمد صلاح. يلا يا محمد. محمد صلاح يلا. yes can in color change in color change in color order. تمام. Order. Temperature change. Temperature change. Temperature change. Change. Formation. Formation of a gel. Yes. A gas bubble or fizzing or a formation of gas bubble or fizzing. تمام. Formation. Formation of a solid chemical. A solid chemical. A solid chemical. A solid chemical. في حد في المجموعة ما قراش؟ أنا نسيت حد؟ لا أميس. طيب حد فيكم عنده أي سؤال في الفرق بين الفيزيكال والكيميكال تشينج؟ يبقى احنا كده خدنا 3 ليسونز. إن شاء الله الحصة بتاعت بكرة هناخده ليسون 4. ليسون 4 ده هيكون آخر كتاب، آخر درس في الكتاب الأول، آخر درس في الكتاب الإيه؟ الأول بيتكلم على الستيت اوف ماتر، عن حالات المادة. بعد كده هنبدأ في الكتاب الايه التاني. مش كلكم واخدين كتابين؟ ايوه مس اخدت. ايوه مس. تمام. ابلانا ما اخذ كتاب واحد. ماشي، ممكن هيسلموك الكتاب التاني. المهم ان احنا بكرة ان شاء الله هنبدأ في الليسون 4 الدرس الرابع. انتوا كلكم في المدرسة ماشيين معايا ولا سابقيننا في المدرسة؟ لا نفس الشيء. ما خدتوش لسه، انا متاخر. محدش بدأ في ليسون 4 يعني. انا مش عايزاكم بس تبقوا متأخرين على المدرسة. حد أبا بدأ في ليسون 4؟ انا ما بديت في ليسون 4. طيب تمام. انا الاستاذ مالي. ليسون 4 بيتكون على السوليد والليكويد والجاز. انتوا عندكم فكرة عنه؟ مش صعب. عايزاكم بس تذاكروا الثلاث دروس، وببعت لكم، عامله لكم اختبار الكتروني بعتاه، وبعت لكم اوراق تحلوها ما حدش حل فيها ولا بعت لي حاجه، وبعت لكم مذكرات تطبعوها، المذكره ديت بعتها لكم تطبعوها وتذاكروا منها، بعت لكم كذا ملف ما حدش فيكم حل حاجه ولا بعتها لي. تمام. يا ريت ترجعوا للجروب كده وتبداوا تذاكروا من الاول عشان تبقى صف خامس كويس، والمواد بتاعته خفيفه ومعلوماته اخف كمان من الرابع، يعني كلكم تقدروا تجيبوا ايه بسهوله لو ذاكرتم كويس ان شاء الله. حد عنده اي استفسار؟ لا يلا مع السلامة، أشوفكم بكرة إن شاء الله. يلا مع السلامة.